thank hey. you اهلا بكل زهرات فلسطين واهلا بزهرتنا لليوم فهي مربيه ومعلمه للفنون الحرفيه في مدرسه الزبابده وهي ايضا زوجه وام لخمسه ابناء ولكن المميز بضيفتنا لليوم انه تم تعيينها كرئيس لبلديه الزبابده بجنين ورا هيك عمل مميز وهيك نجاح ايضا اكيد في قصه تروى واليوم رح نتعرف اكثر على تفاصيل هالقصه لكن بالبدايه خلونا نتعرف نعرفكم على ضفتنا. جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرحب بكم بحلقه جديده من زهره النجاح وزهره جديده مع زهرات فلسطين الناجحات نرحب باليوم بست ديانا مسلم رئيس بلديه الزباب اهلا وسهلا فيك اهلا فيك يعني شو حلو لما تكون الست بتتقلد منصب اعتدنا انه يكون على الرجال رئيس بلديه ولكن اكيد رح نحكي كثير عن هذا الموضوع بس بدنا بالبدايه نتعرف من خلالك مين هي ديانا مسلم نعم أنا ديانا جليل مسلم أنا معلمة فنون وحرف في مدرسة بنات الزبابد الثانوية بالإضافة إلى أني أنا أمينة مكتبي يعني ماخذة تفريغ مكتبي كنت وبدرس مادة الفنون والحرف طبعا يعني أنا عضو في كنت عضو في بلدية الزبابد للفترة السابقة يعني خلينا نقول بالفتره الانتخ... من فتره الانتخابات الاخيره اللي هي يعني بال2017 أه لحين اللي هو او لحتى 27 9 أه... انتخبت كرئيسه لبلديه الزبابده اكيد في قصص كثيره مرت فيها ست ديانا حتى وصلت لهيك منصب اذا بدنا نرجع لبداياتك ودراستك انت اخترتي دراسه الفنون الجميله وتحديدا التصوير خبرينا ليش اخترتي هذا المجال نعم انا يعني لما دخلت الجامعه ما كنت الصراحه ادرس يعني او كان في بالي اني ادرس فنون تشكيليه لكن توجهت اكثر من مره لكليه الفنون وشفت الطلاب اللي بيرسموا هيك فانا صرت اجرب ويعني بذلت مجهود وفي يعني شكر كبير طبعا الاساتذه اللي كانوا هناك ساعدوني ودعموني وبعدها انا تقدمت للامتحان القدرات والحمد لله دخلت الكليه وتخرجت وتعينت بنفس السنه م -م. وكانت الامور كلها تمام طيب اشتغلت بمجال التعليم والتدريس وكان لك كمان مشاركات عالمية في بلجيكا وغيرها خبرينا عن خبرتك بالتدريس ايش اضافت لك بحياتك المشاركات اللي شاركتي فيها حابين نعرف اكثر عن كل هاي التفاصيل نعم خبرتي في التدريس اكيد اكيد ضافت لي كثير يعني يعني الطالب اول ما يتخرج من الكليه مش لما زي لما هو يعني بمارس مهنه التدريس خصوصا انه بده يتعامل مع اطفال وبده يتعامل مع فئات عمريه مختلفه وبالتالي هو بده يراعي هاي هاي النقاط وهو بده كمان يكون عنده اساليب يعني بده يتعلم الاساليب اللي اللي كيف يوصل المعلومه للطلاب خلال عملك وتجربتك بالسلك التعليمي، قديش هذا الشيء اضاف لإلك ولشخصيتك، كيف تعاملتي مع الطلاب، طالبات بمجال الفنون، يعني لما بنحكي احنا فنون وعم عم يتعلموها الطلاب وعم يدرسوها من مع يعني بايدين خبراء ودارسين هذا الشيء، وليس فقط انه يعني هي ماده انه ثانويه في المدرسه، لا يعني انت عم تعطي خبراتك للطلاب خلال يعني تعاملك معهم، قديش هذا الشيء اضاف لك؟ الطلاب الصراحه يعني في طلاب عندهم عندهم المواهب يعني بجوز انا شوي يعني ب... يعني بلوم الاهل شوي بهي النقطه انه الاهتماماتهم يعني في في تنميه مواهب اطفالهم خلينا نقول قليله وانا يعني يعني بيهتموا بالمواد الاساسيه بيهتموا بالعلوم وبالانجليزي بـ يعني بـ الجانب الفني او خلينا نقول حس التربيه الفنيه ما في اهتمام كبير من قبل الاهل فهيك انا يعني يعني انه في شويه عزوف على للطلاب يعني على حصص التربيه الفنيه م -م. طيب خلال عملك يعني كان لك صعيد على صعيد اخر انشطه بالمجلس البلدي اذا بدنا نحكي عن هاي المرحله بحياه ديانا اه نعم يعني انا خلال تواجدنا في المجلس البلدي في في بدايه في في البدايه احنا كعضوات حبينا يكون لنا نشاط نشاط يعني انه نترك بصمه كعضوات نكون فاعلات في المجتمع نعمل دورات لقاءات نسويه يعني كمان كان في بيننا تواصل مع الجمعيه الفلسطينيه لمجالس الظل اللي هي بتدعم المراه واحنا كمان اشتغلنا على مشروع يعني جهزنا مشروع اللي هو خاص في العضوات يعني هو مم. للعضوات مدعوم من الجي اي زيد اللي هو مشروع مركز ثقافي متعدد الاغراض نعم يعني نقدر نقول انه ست ديانة هي ناشطه بالمجال المجتمعي بمجال البلديه عضو كانت في البلديه وبنفس الوقت عم تشتغل بمهنه التدريس لغايه اخر لحظه قبل استقاله رئيس البلديه الحالي وتنصيبك وانتخابك لتكوني رئيسه بلديه الزبابدي لما سمعتي بهذا القرار كيف كانت ردة فعلك وهل تهيأتي لانك تكوني انت رئيسه بلديه او هل توقعتي بيوم الايام تكوني رئيسه بلديه إيه لا الصراحه ولا مره توقعت ان اكون رئيسه بلديه انا إيه يعني إيه القرار لما يعني طرح على طرحت علي الفكره إيه إيه شويه يعني ما ما يعني ما ما مشيت فيها على طول يعني كانت بحاجه لتفكير بس الحمد لله يعني انا لقيت دعم وتشجيع من قبل اعضاء المجلس البلدي من قبل المحيطين في من قبل اهلي من قبل زي زملائي زميلاتي زوجي بناتي يعني الحمد لله رب العالمين و تحقق تحقق خلينا نقول يعني انا بعتبره نجاح للمراه يعني انه تكون قياديه او يعني تكون هي صاحبه قرار او تشارك المراه في صنع القرار في في المجتمع يعني قديش و... بتحسي انه هذا الشيء فيه مسؤوليه عليك انه انا اليوم صاحبه قرار ممكن مم. بالاول كنا اعضاء بهذا المجلس البلدي بنشارك بصنع القرار ولكن مم. لما تكون انت مسؤوله عن القرار ومسؤوله عن تنفيذ بلدية القرار الزباب. نعم. الزباب دي صحيح نعم. تنفيذ القرار شوف هذا الشيء في تحدي لإلك نعم. حتى انه نعم. يكون بصمه جديده بمسيرتك العمليه نعم نعم وانا دائما يعني عندي هدف معين او خلينا اقول انه انا عندي يعني قصه النجاح دائما حاطها في راسي انه انا راح انجح يعني فهي هدف يعني انا بس على اله دائما في اي شيء بعمله انه انا راح انجح طيب. بتشوفي انه النجاح دائما هو خطوه خطوه هل بلشتي من صعود السلم خطوات ام كان في ربما قفزات نوعيه بحياتك بتشوفي انه انا وصلت لمكان بفضل مجهود بفضل اجتهاد معين او دعم معين من من قبل الاشخاص اللي حواليك اللي حفزوك على النجاح اكثر لا. إيه لا هو فيش فيش حدا بوصل مره واحده لانه يعني خبراته مسيرته مسيره مسيره حياته والمحطات اللي وقف فيها وين شو عمل شو ساوى بحياته ايش معاه ايش درس ايش ايش نمى في في شخصيته كلها الها دور في انه يوصل لكن هو ما بيوصل مره واحده يعني ولا حدا بيوصل مره واحده هل سمعتي أسئلة من الناس اللي حواليك إنه ليش أنتِ؟ ليش ديانة تكون رئيسة بلدية؟ ليش مش رجل آخر؟ ليش مش إمرأة؟ هذا شيء أكيد يعني أكيد يعني المجتمع فيه مناخصة. ثقافات مختلفة يعني في ناس بتأيد المرأة وفي ناس بتعارض فكرة المرأة إنها تكون رئيس بلدية مم. أو فكرة إنها تكون قائدة يعني هم يعتبروها إنها هي بدها تقود البلد وبالتالي ليش إمرأة تقود البلد مثلا من من, من هذا الفكر لكن إن شاء الله فيكي هذا الشيء؟ لا 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 أنا بالعكس أنا صار عندي تحدي اني اثبت لهم انه المراه قادره على التغيير وقادره انها تكون في جميع المجالات هي القائده لانها هي الام هي اللي بتعمل هي اللي داخل بيتها هي مديره هي اداريه هي قائده قادره, قادرة تعمل كتير شغلات بالبيت وتركز عليها كلياتها طيب ايش حابه انت تقدمي لبلده الزبابده من خلال منصبك كرئيس بلديه وهل ممكن انه تكوني فعلا داعمه للمراه بما انك انت كمان مراه متقلده هيك منصب حتكوني داعمه للمراه عندك بالبلد من خلال مشاريع معينه من خلال تطوير ايضا قدراتهم ايش انا حابه اقدم ل يعني للبلد؟ انا اكيد المشاريع اللي موجوده حاليا راحين نشتغل عليها وراح نعمل مجهود انه نجيب مشاريع جديده يعني مع انه شوي الوضع صعب بجوز في فتره الكورونا وانه ما في بس احنا بنعمل اللي علينا يعني بنضل نتواصل ونشوف شو بنقدر نقدم للبلد، شو بنقدر نجيب مشاريع وبنفس الوقت انا في عندي طموح اني لاني دارسه فنون اني اترك بصمه فنيه داخل بلد. يعني حابه اشوف لوحات على الجدران، حابه اشوف زينه اشجار الناس تزرع البيوت تزرع برية البيوت الورد والخضار وال... وال... يعني اللمسات الفنيه حابه اشوفها في البلد تعطي انطباع حلو للي بيكون موجود تغير نفسيه الناس يعني كمان، ما نشوف مناظر يعني يعني يعني, يعني بت... كل في شيء مريح يعني جدا للنظر بالضبط يعني. مريح جدا للنظر تمام نعم. ست ديانا اذا بدنا نحكي عن دور الزوج بحياتك قديش كان في له دور في الدعم قديش كان في له دور في النصيحه في الدعم في اللي في اي مجال واي نجاح وصلتي له او ممكن توصلي له في المستقبل نعم آه زو... طبعا زوجي دائما داعمني اكيد الحمد لله آه يعني آه وانا يعني دائما عندي مقوله انه دائما بيحكوا انه وراء كل عظيم امراه لكن انا بقول وراء كل امراه رجل عظيم ليس بالشرط او بالضروره ان يكون زوجها يمكن اكون اخوها يمكن اكون ابوها اخ اب ابن يعني ممكن هيك يعني تكون فكرة تمام يعني الدعم اللي تلقيتيه من زوجك دفعك نعم. اكثر انه تكوني امراه ناجحه بالمجتمع سواء كان نعم. بوجوده او هو دعم ومع نوع من الحريه يعني نعم. انه دائما معطيني الحريه اختار اللي بدي اياه في حوارات في مناقشه نتناقش من قد هذا الشيء قد هذا انعكس كمان على تربيتكم لابنائكم باعطائهم الحريه باعطائهم ايضا يعني اتخاذهم للقرارات لحريتهم باتخاذ قراراتهم وخاصه البنات بيبقى احنا بنحكي عن نجاح المراه الفلسطينيه. نعم، دائما احنا يعني بناتنا الحمد لله كبروا وصاروا بيشتغلوا حتى في منهم، يعني هم هم اصحاب قرار يعني في النهايه احنا بنتناقش معاهم زي نفس نفس ما احنا يعني شو بصير معنا، بنحكي، بنتحاور، نتناقش بالتالي هم صاحبين قرار يعني اللي هم برجع القرار، ما بنقدر نجبرهم او نفرض عليهم شيء هم ما بدهم اياه. على صعيد الروتين اليومي لست ديانا يعني عم بتخلص شغلها من المدرسة عم تشتغل بالبلدية قديش هذا الاشي ممكن نعرفه يعني الروتين اليومي لإلي كيف تحب تقضي أوقاتك مع العيلة مع توافق ما بين العيلة والعمل نعم أنا طبعا أنا أكيد الفترة السابقة كان في عندي يعني فترات كلها خارج البيت لانه بالمدرسه وبعد المدرسه في كان عندي كمان شغل خاص كنت كمان اشتغل شغل خاص فيي وكنت وايام في البلديه وبالتالي كان صار وقتي في المنزل كتير قصير لكن انا بتواصل يعني مع يعني هذا لا يعني اني انا مقصره في التعامل مع الأطفال أو في خلق أجواء حلوة يعني في قاعدة في طلعة في اه يعني ممكن أقصر في شغل البيت بس بهاي الأمور ما بقصر مم فيها. تمام. آه أه بالنسبة ل يعني أه السنوات القادمه من حياتك هل حب انك تكملي بمجال التعليم بمجال البلديه بمجالات اخرى ممكن كمان بتطمح لها الديانة انها توصلها وتشارك بهاي المجالات وخاصه صنع القرار مثل ما يعني بلشتي باول الطريق بأنك نعم. تكوني رئيس نعم. بلديه آه يعني الصراحه التخطيط يعني التخطيط الو... الانسان بخطط لكن دائما كل شيء بي يعني بي بيتركه لربنا يعني يختار الافضل يعني انا اليوم رئيس بلديه كمان ممكن اضل سنه ما بعرف الانتخابات الجاي بنزل بنزلش يعني لسه بعدني مش 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 حاطه في بالي شو بدي بس مثلا ممكن افكر في المستقبل اني اقدم للاداره مثلا إدارة مدرسيه اذا بدي ارجع على المدارس ممكن افكر هذا التفكير هو كان عندي يعني في السابق اني وقدمت فتره للاداره واخذت دورات وبس بعدين يعني عدلت عن الفكره ما بعرف يعني الصراحه مش مش واضحه الامور بالنسبه لي لسه اوكي طيب بالنسبه للمشاركات العالميه يعني نعم. انت كان في لك مشاركات ايضا نعم. في اكثر من نعم. من بلد زرت تحكي لنا عنها 2010 نعم <applause> في 2010 طرحت مسابقه على مستوى ثمان دول في العالم طبعا فلسطين واحدة من هاي الدول وكانت لزباب دي النصيب يعني حصة من هاي المشاركات فهو كانت زي فكرة مسابقة عنوان المسابقة اللي هي discover each other without water يعني إنه اكتشاف الآخرين عبر المياه إذا أنا ما غلطتش في المفهوم فاحنا رسمنا لوحات وهي اللوحات احنا ك انا وكمان فنانين اثنين طلعنا فيهم على بلجيكا بال 2010 كانت المظبوط من من اجمل السفرات واضافت لنا كثير يعني خبرات وشفنا وخطأ وشفنا فنانين عالميين وكان عن جد كان كثير حلو طيب هاي المشاركات العالمية هل بتحس إنه فعلا أنا غيرت من حياتي غيرت من من نظرتي من ثقافاتي اللي أنا جبتها من الخارج وكمان عم بحاول إني أدعمها سواء كان لطلابي وطالباتي بالمدرسة أو بمجال العمل بالمجال البلدي نعم يعني آه هي انا يعني مش بقدرش احدد بالضبط شو اللي, اللي انت قصدتيه بالضبط بالسؤال بمعنى انه عاده الانسان لما بيسافر بيتعرف آه. على ثقافات جديده سواء حتى لو كان يعني رايح بس يشارك بمسابقه ولكن انت سافرتي برا البلد آه قديش بتشوفي انه في اشياء غيرت بشخصيتي انه انا لما رجعت بدي احاول اعلم الناس انه ممكن فيه نعم. ثقافات جديدة حلوه انه ننقلها احنا لبلادنا آه. نعم بجوز الثقافات الاكيد اللي موجوده بره برا شوي بتختلف عن اللي عندنا هون او يعني خلينا نقول في في الوطن العربي بشكل عام يعني ممكن خلينا نقول نركز على ثقافات اللي هي احترام الاخر وتقبله بغض النظر عن شكله لونه دينه هذا هذا كثير شيء حلو ما إل حدا له علاقه في الثاني بتحسي كمان انهم بيهتموا كثير في بيئتهم في في النظافه هاي الامور يعني كثير دقيقه عندهم <applause> الانسان دائما بحاجه انه حدا يدعمه مثل ما ذكرنا وممكن يكون في شخصيه بحياته بتاثر فيه وبعمله بنجاحه ممكن اللي وصل له، رح نتعرف مع بعض على شخصيه، هاي الشخصيه اكيد اثرت بمسيرتك المهنيه، نتابع سوا. <applause> ستدي أنا بنحب تعرفينا على الشخصيه اللي شفنا صورتها وقديش كان لها اثر بحياتك. نعم. آه الشخصيه هي ست كفايه آه مصاروة مديره مدرسه آه بنات الزبابد الثانويه آه هي آه زميله لإلي في او عضو في المجلس البلدي احنا ثلاث عضوات آه آه هي مديرتي وانا كنت نائبه لإلها لمده سنتين اللي فاتوا آه فانا استفدت منها كثير آه من خبراتها آه من آه اساليبها في التعامل من ذوقها استراحة من يعني كثير كثير استفدت من هاي الناحيه وبنفس الوقت كانت هي داعمه لإلي ويعني وانا استشيرها في كثير امور يعني هي مش بس زميله هي اخت واخت عزيزه على قلبي امم نعم. يعني احنا اكيد بنوجه لها كل التحيه والاحترام حلو انه يكون في حياه الانسان حدا بيدعمه حدا اثر في بمسيرته بمسيره نجاحه وكمان يعني شيء جميل جدا انه سيده مثلك تختار شخصيه اثرت فيها انها تكون هي كمان سيده نعم. آه هذا الشيء ممكن يفند مقوله انه عدو المراه هي المراه هذا الشيء ممكن إن بحالتك وبظروفك لا بالعكس احنا عم نشوف انه هي الست تدعم السيدات وممكن تكون تكون هي سبب بنجاحهم ايضا. نعم نعم. ستديانا ديانا رح ننتقل لفقره جديده بعد ما تعرفنا على شخصيتك وعلى نجاحاتك والامور اللي مريتي فيها بحياتك واللي وصلتك لحتى تكوني انت رئيسه بلديه الزبابده، رح ننتقل لفقره جديده وهي فقره الاسئله السريعه. <applause> أسئلة سريعة رح تجاوبنا عنها ست ديانا مسلم رئيسة بلدية زبابدة بإجابة سريعة وأيضا مختصرة بكلمة أو جملة سريعة ممكن من خلال هاي الأسئلة نعرف أكثر عن شخصيتك جاهزة إلها؟ نعم إن شاء الله ديانا من إيش بتخاف؟ من الموت أكثر كلمة بترددها بحياتها اليومية نعم صحيح <applause> لو لو خيرتي بين العمل في احدى المجالين اما رئاسه البلديه او العمل التدريسي ايش بتختاري؟ إيه بقدرش احكم لاني ما جربتش بعدني الـ الـ الشغل في الـ في رئاسه البلديه وحابه أختي اكثر مجال اه يعني نعم. يعني هذا السؤال بده بعد فتره أو آه جوابه ايش بتعني لك العائله؟ العائله هي الحياه كيف انت والسوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي هل في لك استخدام يعني نشط نعم. عليها؟ نعم نعم الفيسبوك انا يعني اكثر شيء مم. مين قدوتك ومثلك الاعلى بالحياه قدوتي ومثلي الاعلى في الحياه يعني صراحه ولا مره فكرت في هذا السؤال بس يعني ما في عندك بس انا شخصيه بتقولي انه انا بحياتي بتعلم منها راح اصير مثلها مثلا او بحب اكون مثل الشخصيه الفلانيه سواء كانت مشهوره او حتى على مستوى العائله يعني ولا مره فكرت بصراحة بالسؤال بس آه يعني انا صراحه عجبتني شخصيه وزيره السياحه آه شخصيتها كتير آه نعم آه. آه ايش اسم زوجك؟ اسمه ماهر <applause> اكثر هديه تقدمت لك وكثير بتعني لك آه اكثر هديه تقدمت لي المضبوط آه هدية يعني أنا كمينة أنا هدية قريبة لقلبك هدية ممكن ما توقعتيها لا الصراحة أنا مش من الناس اللي يعني بهتم بالهدايا أنا أنا بجيب لحالي هدايا <applause> بس أنا بالنسبة إلي الهدية هي يعني كلمة ممكن تكون وين بتحبي تسافري برا البلد؟ على منطقة بلد برا البلد لبنان أكتر كلمة بتحبي أو عفوا أكتر أكلة بتحبي تاكليها أو تحط أنك تطبخيها؟ بحب <applause> صعبة كل الأكل <applause> دوالي ممكن نحب الدوالي طيب ايش هي هواياتك اللي ممكن غير الفنون؟ نعم هو يعني أنا في عندي هواية الصراحة يعني بسعى اني انميها واطورها بس الوقت مش مع اني جبت بحب اعزف انا بحب الموسيقى إيه وبناتي بيتعلموا إشي على الجيتار وإشي على في و... اله معينه بتحب انك تعزف انا بحب اعزف على البيانو او الاورج يعني ورح تنميها يعني ان شاء الله اذا صار في مجال ايش اهم انجاز بحياتك حققتيه وبتفتخري فيه بتضلي تقولي انا انجزت هذا الشيء او انه كان نقطه كثير حلوه انجاز واحد بدنا من انجازاتك انجاز واحد اني وصلت لرئاسه لرئاس المجلس البلدي هذا <applause> <إيش تصفيق> اكبر انجاز اسماء اولادك وبناتك اسماء اولادي وبناتي عدي يلا نادين وروزين وكارول وريتا وعندي ارميا الله يخلي لك اياهم يا رب اربع بنات وولد اربع بنات وصبي نعم الله يخلي لك ياهم وننتقل لجواب أو سؤال آخر من الأسئلة السريعة وبما أنك ذكرتي أن أبنائك ممكن حدا تاني بعائلتك بتعتبريه هو الأكثر قربا لالك بتحبي تفضفضي له وتحكي له نعم مين اه السؤال مين, مين هو اكثر حدا من عيلتي يعني انا مش في الدائرة مم يعني اي حدا بحسين أنه قريب لك ممكن يكون صديقة يعني بس آه انا حابه أعرف آه آه الصراحة خواتي يعني هم اكثر كمان قراب علي يعني الأخت لا تعوض الصراحة آه 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 كيف بتتصرفي إذا قابلك أحد المحتاجين بالطريق؟ هل بتعطيه مبلغ مالي؟ بتقدمي له خدمة أو ممكن أنك تتجاهليه خشية أنه يكون نصاب؟ لا أنا بقدرش أتجاهله الصراحة حتى لو كان يعني زي ما بتحكي بس مم. أنا بعمل اللي علي يعني مم. يعني بحاول إني ما أفشلش حدا يعني لأنه الصراحة ب يعني لو بتركه بعد متر بتندم برد برجع. مم. مم. إيش ترتيبك بين إخوتك؟ قبل الأخير. <applause> أه وين بتشوفي نفسك بعد خمس سنوات؟ الله أعلم. ردة فعلك لما تبلغتي بقرار تعيينك بمنصب رئاسة البلدية أول ردة فعل كانت؟ كنت هادية هل إلك أعداء أو منافسين؟ أكيد أكثر صفة بتحبيها بنفسك وصفة كمان بتكرهيها بنفسك أو ما بتحبيها يعني أكثر صفة بحبها بنفسي إني أنا بتقبل الآخر أو كمان في عندي صفة بجوز إني هادية الهدوء الهدوء يعني طبعا هي الصفه ما كانتش موجوده زمان بس من جديد وهذا الشيء يعني. كمان واضح من خلال لقنا معك لقاء سمع. هادئ وجميل ومليء بالثقه ومن خلال هاي الثقه حابين انك كمان توصليها من خلال رساله ونصيحه لكل الفتيات المقبلات على الحياه عندهم شغف عندهم طموح لكل السيدات اللي ممكن انه حابين يثبتوا نفسهم وقدراتهم في المجتمع ايش بتحب تحكي لهم نعم انا بحب احكي لهم انه يعني بوجه لهم دعوه انهم ما يوقفوا عند حد معين يعني المراه قادره مراه قادره توصل لابعد مكان لانه هي يعني عندها عندها شيء عندها موجود شيء بس بدها مين يساعدها كمان وانا يعني من هون بوجه كمان رساله للمجتمع انه يطلقوا للمراه العنان يطلقوا لها الحريه انها تعمل اشياء هي بتحبها ما ما تضل حبيسه نفسها يعني ويعني يعني بجوز هاي اكبر رساله يمكن انا اوجهها لا المراه ولا للمجتمع رساله مهمه جدا وايضا مليئه بالثقه والامل بانه يكون فعلا للفتيات الفلسطينيات هم يعني ناجحات وقادرات على العطاء في المجتمع الفلسطيني زهرتنا لليوم رئيس بلديه الزبابده ديانا مسلم نورتينا وشرفتينا وكل التوفيق لك في مسيرتك العمليه الجديده تسلم وشكرا لكم شكرا لك وايضا بنشكر مشاهدينا على متابعتكم لنا لليوم واكيد الاسبوع المقبل زهر جديدة من زهرات فلسطين الناجحات تابعونا في أمان الله